تقصدي انه الدنيا صيف ما بتعدي بالبيت بتياب خفيفة؟ دخيلك على هالفرضية. ها شفتي؟ شفتي انك واحدة سخيفة؟ بالله مين بيناتنا سخيف؟ انتي. لك ما بتتذكري لما كنا نطلع على البحر ما كنت شوفك بالمايو؟ اي بس بوقتها كنا صغار. على اساس هلأ اذا طلعنا على البحر ما حشوفك بالمايو انا. اي بس على البحر غير شي. لا ستي مو غير شي. عمي رح خليك تشوف. وقف لحظة. تفضل تفرج منيح هيك. نهلا بس شوي لتحت. يا علينا شي ضروري؟ إذا رح يضل بالك مشغول هيك قومي ردي. لا لا خلص برجع بحاكي. أبو صلاح أبو صلاح يلا قوم. أبو صلاح يلا بقى قوم هلا بيبرد الشاي. بس بقى قوم ابو صلاح ابو صلاح ابو صلاح ابو صلاح. يا ربي يا ربي دخيلك يا ربي دخيلك. احنا وقتك لك رد. الو نادت لك ليش ما عم ترد علي على التليفون؟ هلا ما 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 ماشي الحال. اسمع لحقلك يمكن عمك ابو صلاح بات. لا لا ما خبرت حدا من اولاده. تعال انت بالاول يلا بسرعه. شو صار مبارك؟ قول. لا لك يا زلمه لا ما بدك ما بدك. بحبك وليه؟ وحياة الله بموت على ربك. يا لطيف كل هالقد تأثرت؟ لك ايه تأثرت عن جد تأثرت. بتعرفي انه هذا احلى يوم بحياتي؟ كذاب يخرب بيتك شو كذاب. لك وحياة الله ما عم كذب عن جد طاهر علي كتير 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 مبسوطة. هلا انت وينك مبسوطة؟ يعني ما حسيتي هيك انه عم تعملي شيء جديد وغريب؟ لك ايه بلا بس استحيت. لك ما بدنا نستحى كلها شقفة كتف. لا لا شكرا الله وسعيك. شكرا الله وسعيك.
هي علينا. شفت أمير إنك ما بتنعطى وش؟ لا لا الله يوفقك بس شوي. قلت لك لا. يعني شو بتخسري؟ لك وحياة الله المرة الماضية يعني لما صارت بيناتنا هي القصص حسيت إنه علاقتنا صارت أحلى. أوف شلون بقى صارت أحلى؟ لك يعني هيك انكسرت الحواجز بيناتنا ما عاد في خجل. الله يوفقك بس شوي. ما بدي مجع على بالي. يعني إمتى رح يجي على بالك؟ بلكي بهاليومين. طيب ماشي ما رح أضغط عليكي. منيح هيك؟ منيح. لك يقبشني أنا. أهلين رزام فوتي فوتي. سلامتك. الله يسلمك. سلم هاليدين. شو هالوردات الحلوين معزبة حالك. هاي الدواء. أوف تشكل هدواء. أنا قلت لك أنتي بيوتك بس ما بصير تاخد أنتي بيوتك بدون فيتامين. وأكيد بدك خافت حرارة على الالتهاب ترتفع حرارتك. يسلم هاليدين. شو رح تضلي واقفة؟ تفضلي تفضلي. إن شاء الله تواصيني. البيت قايم قاعد فجأة قطعتني اللفاية وبطلت تجي وأنا مو كتير تبع هدول التنظيف والشغل والترتيب. واضح. شو تشربي؟ ما في داعي ما رح أقدر طول. أوف ليش بقى؟ شو في وراكي؟ بتعرف الشباب بالبيت ما بيقدروا يتعشوا من دوني. بالله؟ وشلون كنتي بدك تعزميني على عشاء لكان؟ ما قلتي لي شو تشربي؟ اي شيء. قهوه مثلا. يي خجلتي مني. القهوه خالصه مو مشكله. شاي نسكافيه. دقيقه خليني اشوف شو في عندي قبل ما اطلع غلط. ما قلتي لي انا مقالي عندك اخذت اعلى نسبه قراءه تبع الحب والانترنت. اها عنوان ظريف. وليش ما قريتيني اياها قبل ما تنشريها؟ صار لي بعت لك اياها من اكثر من شهر. لما ما رديت علي عرفت انك مشغول. اه مزبوط مزبوط. ان شاء الله لا تواخذيني. انا هالفتره انشغلت كثير بتعرفي بداية موسم انتاج وما عم لحق اقرا النصوص. صحيح؟ حكوا معي منشي؟ مو على علمي. اكيد بهاليومين بيحكوا. امبارح كنت بالشركه ووعدوني. ان شاء الله يا ملهم. بتعرف وضع مو عاجبني بالمره. معقول حظك شو حلو؟ أنا كنت أفكر كمان لمبيل خالص من عندي. لا معلش ما في داعي نشرب. قول شكرا. أوف وليش؟ أولاً الوقت مو مناسب، بعدين أنت على فكرة ما لازم تشرب لأنه مع الأنتيبيوتيك ما بيسوى تاخذ كحول. كان قصدي أقول لك ليش توترتي؟